اهلا بكم من جديد، ونروح بقى الاخبار المتنوعه. والبدايه من كاس العرب، الساعه 5 انطلقت مباراتين مهمين جدا في منافسات المجموعه الثانيه، سوريا ضد موريتانيا، والنتيجه حتى الان 1-1، تونس امام الامارات، وتونس متقدمه 1-0 بهدف سيف الدين الجزيري لاعب نادينا الملكي نادي الزمالك. حتى الان موقف المجموعه بالنتيجه اللي موجوده حتى الان، تونس والامارات هم اللي يصعدوا، لسه فاضل تقريبا ربع او ثلث ساعه في اللقاء. هقول لكم اول باول اللقاءات عامله ازاي، عشان المجموعه دي من مجموعات يعني صعبه جدا، كان اي منتخب فيهم ممكن يصعد، بس هقول لكم اول باول اللقاءات وصلت لفين. لسه في كاس العرب، والساعه 9 تنطلق مباريات مهمه جدا، مباراه الجوله الاخيره في منافسات المجموعه الاولى، قطر والعراق في نفس التوقيت هتتلعب عمان والبحرين. المنتخب القطري ضمن التاهل خلاص كمتصدر للمجموعه بست نقاط، في صراع شرس بقى جدا على بطاقة التأهل الثانية. منتخب العراق عنده نقطتين، سلطنة عمان عندها نقطة، ومنتخب البحرين عنده نقطة واحدة. فهنا في شراسة في الموضوع، ممكن أي منتخب فيهم يكون موجود في حالة الفوز. نروح لمنتخبنا الوطني، وأقيم بقى النهاردة كده اجتماع تنسيقي لمباراة مصر والجزائر. حضر الاجتماع كل من كابتن وائل جمعة مدير المنتخب، كابتن محمد صلاح المدير الإداري، ودكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق، أستاذ عبد الله سيد المسؤول المهمات. وتقرر أن منتخب مصر يرتدي الزي التقليدي في مواجهة الجزائر، ويخوض فريقنا مباراة بقميصه الأحمر، أما المنتخب الجزائري هيلبس القميص الأخضر. إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخب مصر.